بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 78. ومنى هو المشعر الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنزول الحجاج بعدما يأتون من عرفات ومزدلفة، ينزلون في منى ويقيمون فيها لأداء المناسك. فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. فالأيام المعدودات هي أيام منى، يوم العيد وأيام التشريق، 4 أيام، يوم العيد ثم بعده أيام التشريق 3 أيام. في هذه 4 الأيام تؤدى مناسك عظيمة، وأداؤها ذكر لله سبحانه وتعالى، فقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، أي أدوا في هذه الأيام بقية مناسك الحج، وذلك برمي الجمار جمرة العقبة يوم العيد، والجمار 3 بعد يوم العيد. فرمي الجمار ذكر لله سبحانه وتعالى وعبادة لله، ولذلك تكبر الله على كل حصات، كل حصات ترمي بها الجمرة تكبر، ترفع يدك وتكبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار بذكر الله عز وجل. فأنت حينما ترمي الجمار تذكر الله عز وجل بالقول وبالفعل، بالقول تكبر وبالفعل رمي الجمار عبادة لله سبحانه وتعالى. وليس الذي يرمى هو الشيطان كما يعتقد بعض العوام أو كثير من العوام. فالعبادات كلها في الحقيقة، كل العبادات هي إغاظة للشيطان بلا شك، إغاظة للشيطان، ومنها رمي الجمار. لكن إنه هو المقصود، لا، مقصود ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يغلطون الذين يقولون نرمي الشيطان، الشيطان الكبير والشيطان الصغير والأوسط، هذا غلط، هذا ما أنزل الله به من سلطان، وإنما نقول نرمي الجمار طاعة لله سبحانه وتعالى. ورمي الجمار مرتب، اليوم الأول اللي هو يوم العيد جمرة واحدة، جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله أكبر. وفي الأيام التي بعد يوم العيد يرمي الجمرات 3، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بالترتيب، يبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة ب7 حصيات. هذا رمي الجمار، وهو ذكر لله سبحانه في هذه الأيام. ووقته، وقت رمي الجمار بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد، يبدأ وقتها من منتصف الليل، ليلة 10، للضعفة والمرضى ومن في حكمهم. وأما الأقوياء فالأفضل أن يرموها ضحى، الأقوياء الأفضل أن يرموها ضحى، وإن رموها بعد منتصف الليل جاز لهم هذا، أخذوا بالرخصة، لا سيما إذا كانوا مرتبطين بعوائل ونساء، فإنهم يحتاجون إلى أن يصحبوا الضعفاء وأن يرموا معهم، لا بأس بذلك، من منتصف الليل إلى غروب الشمس، كل هذا وقت لرمي جمرة العقبة. أي وقت جئت ورميت، قبل الفجر، بعد الفجر، بعد طلوع الشمس، ضحى، بعد الظهر، بعد العصر، الوقت موسع، وهي جمرة واحدة، فالوقت موسع وميسر ولله الحمد. أما في الأيام 3 فالرمي يبدأ من زوال الشمس، من دخول وقت الظهر، ويستمر إلى غروب الشمس، كله وقت للرمي، بعد الظهر، بعد العصر، كله وقت للرمي ممتد. وإذا احتجت إلى الرمي بعد الغروب لا بأس، أجل الزحام والخطر
ألا بأس أن ترمي بعد الغروب في الأيام في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، لا بأس أن ترمي بعد الغروب إذا احتجت إلى ذلك، ولكن كونك ترمي في النهار لا شك أنه أحوط وأفضل، وإنما الرمي بعد الغروب رخصة للمحتاج أو الذي لا يستطيع الزحام، هذا وقت الرمي يوم العيد وفي أيام التشريق. في أيام التشريق طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج والسعي بين الصفا والمروة الذي هو سعي الحج، هذا من ذكر الله في أيام التشريق. وطواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف الليل ليلة العاشر، وأما آخر وقته فلا حد له، يجوز أن تطوف يوم العيد، تطوف بعد يوم العيد في أيام التشريق، تطوف بعد أيام التشريق في آخر الشهر، ولكن كل ما بادرت فهو أفضل وأكمل. والسعي بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف، يسعى بعد الطواف. ومن ذكر الله في أيام التشريق البقاء في منى، النزول في منى والبقاء فيها ليلا ونهارا، يصلي فيها الصلوات الخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المبيت بالليل فهو واجب من واجبات الحج، وأما البقاء فيها في النهار فهو سنة وفضيلة. فكونك تمضي كل أيام التشريق ليلا ونهارا في منى هذا أفضل وأكمل، وتصلي فيها الصلوات الخمس هذا أفضل وأكمل، وأما المبيت فيها فهو واجب من واجبات الحج لا يسقط إلا عن المعذور، وأما المستطيع يجب عليه أن يبيت في منى. ومن ذكر الله في أيام التشريق ذبح الهدي والأضاحي، تقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدي سواء كان واجبا أو مستحبا، فإن وقت ذبحه في يوم العيد وأيام التشريق أربعة أيام كلها وقت للذبح، أربعة أيام كلها وقت للذبح، يوم العيد وثلاثة أيام بعده الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها أيام ذبح الهدي والأضاحي، ويستحب أن يأكل منها وأن يطعم ويتصدق منها. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولذلك يحرم صيامها، يحرم صيام أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ولم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد هدي التمتع أو القران، فإذا لم يجد هدي التمتع أو القران فإنه يصوم ثلاثة أيام، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا عن دم متعة أو قران. الله جل وعلا يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ويقول جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، تجزئ الشاة الواحدة عن واحد، والبدنة وهي البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة. فهذا من ذكر الله في أيام التشريق ذبح الهدي وذبح الأضحية، فهو عبادة لله عز وجل، الذبح عبادة تقرب إلى الله عز وجل، وصدقات وأكل من لحومها انتفاع بها هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن ذكر الله لأيام التشريق الحلق، حلق الرأس أو التقصير، هذا نسك، حلق الرأس أو التقصير بعد ما يذبح هديه
فإنه يحلق رأسه أو يقصر، وإن حلق أو قصر قبل الذبح فلا بأس، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات ودعا للمقصرين 1 مرة، دل على أن الحلق أفضل من التقصير، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حلق رأسه عليه الصلاة والسلام. وأيضا الله جل وعلا قدم الحلق على التقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين، فتقديم الحلق على التقصير يدل على أن الحلق أفضل. وإذا قصر فهو مجزي، ولكن يقصر من جميع رأسه، ما يقصر من بعضه ويترك البعض الآخر، بل يقصر من جميع الرأس، لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكما أن الحلق يعم جميع الرأس فكذلك التقصير يعم به جميع الرأس، ولا يقصر من جانب ويترك بقية الجوانب من رأسه، فإنه إذا فعل ذلك لا يقال إنه قصر رأسه، وإنما يقال قصر بعض رأسه، والله إنما أمر بتقصير الرأس كله كما أنه أمر بحلق الرأس كله. وقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أيام التشريق 3، 11، 12، و13. من استكمل هذه 3 وجلس في منى ورمى الجمرات في هذه الأيام 3 فهذا أكمل، وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تأخر يعني استكمل 3 أيام مبيتا في منى 11 و12 ورميا للجمار في الأيام 3. أما 13 فإنه ينتهي الحج ولا يبيت في منى على أنه نسك، أما لو بات على أنه ليس نسكا فلا بأس، لكنه يعتقد أنه نسك 13 لا، المبيت فيها انتهى، مبيت يكون 2، 11 و12 و13، نعم و13، المبيت 3 أيام لاستكمال، لكن ليلة أربعة عشر هذه ليست من أيام التشريق ولا من ليالي أيام التشريق، فانتهى الحج بغروب الشمس في اليوم 13، انتهت الحج بغروب الشمس ليلة الرابع عشر، ففي مساء اليوم 13 عند غروب الشمس ينتهي أيام التشريق، ولا يؤخر الرمي إذا كان متأخرا، لا يؤخر الرمي إلى ما بعد الغروب كما هو في الليلتين 11 و12، ما يؤخر الرمي إلى بعد الغروب في ليلة 13، في ليلة 14 ما يؤخر الرمي بعد الغروب في ليلة 14، وإنما هذا في أيام التشريق فقط. وإن أراد أن يتعجل في يومين، تعجل معناه أنه يرمي الجمرات في اليوم 12 بعد الظهر أو بعد العصر ثم يرحل من منى قبل غروب الشمس، هذا هو التعجل، لا حرج عليه أنه يرمي الجمرات 3 بعد الزوال من اليوم 12 أو بعد العصر ثم يرحل من منى ويخرج منها قبل غروب الشمس، هذا تعجل. أما إذا أدركه الليل، إذا أدركه الليل ليلة 13 وهو لم يرحل من منى فإنه يلزمه المبيت والتأخر، يلزمه المبيت والتأخر
والتأخر أفضل. هذا معنى قوله تعالى فمن تعجل في يومين، يعني اليومين الحادي عشر والثاني عشر، لا كما يفهم بعض العوام إن يوم العيد داخل في أيام التشريق، فيفهمون أنه إذا إن من تعجل في يومين يعني يوم العيد ويوم الحادي عشر، هذا غلط. يوم العيد لا يدخل في أيام التشريق، من تعجل في يومين من أيام التشريق التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأما يوم العيد فلا يدخل فيها. ثم قال سبحانه وتعالى لمن اتقى، لمن اتقى أي اتقى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يؤدي عبادته تقوى لله عز وجل، يتقي بها عذابه، فالعبادة وقاية من العذاب، من عذاب الله عز وجل. الله جل وعلا قال لمن اتقى، اتقى الله ظاهرا وباطنا، هذا هو الذي حصل على الأجر والثواب سواء تعجل أو تأخر. المتقي يحصل على الأجر والثواب سواء تعجل أو تأخر. أما الذي ليس عنده تقوى لله عز وجل فهذا ليس له أجر ولا ثواب، خصوصا اللي يتلاعب بالمناسك، يتلاعب بمناسك الحج ولا يؤديها على التمام، هذا لا يتقي الله عز وجل. من تقوى الله عز وجل أنك تكمل المناسك وتؤديها على الوجه المطلوب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يتلاعب بالحج، إذا رمى الجمرة يوم العيد وكل على البقية وسافر إلى بلده، هذا لا يجوز، هذا لم يتق الله عز وجل، وتوكيله غير صحيح. ولو أنه ما حج كان أحسن، إذا كان أنه ما يؤدي المناسك على الوجه المطلوب فلا يحج، أما كونه يؤدي بعضها ويوكل على البقية من غير عذر شرعي إلا أنه يريد السفر إلى بلده، فهذا لم يتق الله عز وجل. إنما الذي يتق الله هو الذي يؤدي العبادة على الوجه المشروع، هذا هو الذي اتقى الله مخلصا، مخلصا لله عز وجل. والله جل وعلا يقول في بداية الآيات، يقول وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا مناسك الحج وأتموا مناسك العمرة ولا تتلاعبوا فيها، تؤدوا بعضها وتتركوا بعضها، بل أتمم حجك وأتمم عمرتك حتى تكون متقيا لله عز وجل وتحصل على ثواب الحج وثواب العمرة. لمن اتقى، ثم قال جل وعلا واتقوا الله، اتقوا الله في كل أحوالكم في الحج وفي غيره، لأن بعض الناس يظن أنه إذا حج أنه أدى ما عليه، ولا عليه بعد ذلك أن يترك الصلاة، أن يرتكب المعاصي، لأنه يقول حججت والحج يغفر الله به الذنوب والخطايا، فبعد الحج يرتكب المعاصي والمحرمات، هذا لم يتق الله سبحانه وتعالى. يجب عليه أن يتقي الله باستمرار في أيام الحج وبعد الحج إلى أن يموت، عليه أن يتقي الله إلى أن يموت، ولا يظن أن الحج أنه هو الدين كله. بعض الناس يظن أن الحج هو الدين كله ولا يلتفت لبقية العبادات، ويتهاون بالصلاة ولا يؤدي الزكاة ولا يصوم رمضان ويأتي للحج، هذا ليس له حج. الذي لا يصلي ليس له حج. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الزكاة هي الركن الثالث، الصيام هو الركن الرابع، الحج هو الركن الخامس، فلا يصح الركن الخامس إلا بعد أداء الأركان التي قبله. الدين متكامل، ما هو يؤخذ بعضه ويترك بعضه. سيأتينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام كل الإسلام، ما تقبلون بعض الإسلام وتتركون البعض الآخر،
بعض الناس عنده أن الدين هو كل شيء، إن عنده أن الحج هو كل شيء، وأنه إذا حج لا عليه أن يفعل أو ما فعل من قبل. الحج لا يكفر الكبائر، الحج لا يكفر الشرك، لا يكفر ترك الصلاة، لا يكفر الكبائر، وإنما التكفير للصغائر فقط. قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فتكفير السيئات مشروط باجتناب الكبائر. الذي لا يصلي ما اجتنب الكبائر، الذي يدعو غير الله، يذبح لغير الله ويستغيث لغير الله، هذا فعل أكبر الكبائر وهو الشرك، فلا ينفعه الحج. الواجب على المسلم أن يتقي الله في جميع أمور دينه وأن يحافظ عليها. والحج إنما هو ركن من أركان الإسلام، ركن واحد مكمل للأركان الخمسة. فعلى المسلم أن يتقي الله في دينه، في جميع دينه، ويحافظ عليه إلى الممات، ولا يعتمد على أنه حج وكفرت عنه ذنوبه. لا، عليه أن يحافظ على دينه. ولهذا قال: واتقوا الله، اتقوا الله في جميع أحوالكم. اتقوه يعني اتقوا غضبه وعقابه وسخطه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والمحافظة على طاعته. هذه تقوى الله سبحانه وتعالى. وأعظم ذلك أركان الإسلام الخمسة يحافظ الإنسان عليها. اتقوا الله، ثم قال: واعلموا. هذا تنبيه من الله جل وعلا، اعلموا، كلمة عظيمة، تنبهوا، استيقظوا، اعلموا أنكم إليه تحشرون، تجمعون إلى ربكم يوم القيامة للجزاء والحساب، تبعثون من قبوركم، تبعثون من قبوركم أحياء كما كنتم أول مرة، ثم تسيرون إلى المحشر، تسيرون من القبور إلى المحشر الذي يجتمع فيه الخلائق. الحشر معناه الجمع، فلا بد أن تجمعوا في موقف واحد، جميع الخلائق في موقف واحد، هذا هو الحشر وهو الجمع. تحشرون يعني تجمعون للجزاء والحساب، ثم تنصرفون من المحشر، تنصرفون من المحشر إلى الحساب وإلى الميزان وزن الأعمال، وإلى أخذ الصحف باليمين أو بالشمال، ثم بعد ذلك تمرون على الصراط وهو الجسر المنصوب على جهنم، تمرون عليه، فمن نجا من الصراط دخل الجنة، ومن وقع وسقط في النار هلك. قال جل وعلا: وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها، يعني النار. وهذا الورود هو المرور على الصراط. المؤمن والكافر، التقي والفاجر، يمرون على الصراط. والصراط أدق من حد السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، شهون البرق، يمر كالبرق الخاطف بالسرعة، ومنهم من يمر على قدر أعمالهم اللي تشيلهم أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يركض، ومنهم من يمشي مشيا ما يستطيع يركض، يا الله يستطيع يمشي، ومنهم من يزحف زحفا ما يستطيع أيضا يمشي، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. ولهذا قال: وإن منكم إلا واردها
كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولهذا قال هنا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فلا ينجيكم من هذا الحشر إلا تقوى الله سبحانه وتعالى التي فعلتموها في هذه الدنيا. إذا اتقيتم الله في هذه الدنيا ومتتم على ذلك فإنكم تنجون من أخطار الحشر يوم القيامة. والذي ليس معه تقوى لا ينجو بل يهلك في هذه الأخطار لا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله جل وعلا واعلموا أنكم إليه تحشرون، تأهبوا للحشر، استعدوا للحشر، لهذا الحشر. والحكمة والله أعلم من التذكير بالحشر بعد الحج أن الناس يجتمعون في الحج، يجتمعون في عرفة، اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأسنانهم واختلاف طبائعهم، ترون الاجتماع في عرفة يشبه المحشر يوم القيامة، فيه من كل جنس ومن كل لون ومن كل لغة، فيه الأتقياء وفيه الفجار وفيه العصاة، الناس مختلفون يجتمعون في هذا الموقف يوم عرفة على صعيد عرفة. هذا يذكر بالحشر يوم القيامة، تشوفون الناس يمشون رايحين العرفة ونازلين من عرفة على أقدامهم، واللي راكب سيارة واللي يمشي. يوم الحشر كذلك، منهم من يأتي راكبا وافدا على الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يأتي ماشيا حافية قدماه، ومنهم يختلفون يوم القيامة في الحشر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال سبحانه وإن منكم إلا قال سبحانه وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة نعم فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيوم القيامة كلهم يأتون إلى الله عز وجل، الكافر والمسلم، التقي والعاصي، المستقيم والمذنب، كلهم يأتون يوم القيامة إلى الله جل وعلا ولا أحد يتخلف. اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فاستعدوا لهذا الحشر، وتذكروا في اجتماعكم في الحج اجتماعكم يوم القيامة. وأيضا الحج الناس ينصرفون منه، منهم من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورجع كيوم ولدته أمه كما في الحديث، ومنهم من يرجع بلا شيء، ومنهم من يرجع ببعض الشيء، تفاوتون فيما يغنمون من هذا الحج تفاوتا كبيرا، كما هم يوم القيامة كذلك يتفاوتون. فالحقيقة أن اجتماع الناس للحج من كل لون ومن كل لغة ومن كل فج ومن كل اختلاف الطبائع، هذا يذكر بالحشر يوم القيامة. فعلى المسلم أنه يتذكر الحشر يوم القيامة فيستعد له. ثم قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لما ذكر سبحانه أركان الإسلام الخمسة، الصلاة، التوحيد، ذكر التوحيد في هذه السورة العظيمة، وذكر الصلاة، وذكر الزكاة، وذكر الصيام، وذكر الحج، كل أركان الإسلام مذكورة في سورة البقرة. لما ذكرها بين انقسام الناس نحو هذه الأركان، أنهم ينقسمون إلى مؤمن ومنافق.
المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الخير ويبطن الشر، هذا هو المنافق. والمؤمن هو الذي ظاهره وباطنه سواء، مؤمن ظاهرا وباطنا، مؤمن بقوله وفعله واعتقاده ظاهرا وباطنا. وبدأ بالصنف الأول وهم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأظهروا الدين وهم يبطنون الكفر بالله عز وجل والنفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يظهر الطاعة والعبادة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنه في قلبه لا يؤمن بذلك بل يكفر، هذا هو المنافق والعياذ بالله. من الناس من يعجبك قوله، حينما تسمعه يعجبك لسانه، يذكر الله ويدعو الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ليس في قلبه إيمان. يعجبك قوله، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ويقول سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، أي اتخذوا الدين سترة يتسترون بها، وليس في قلبهم دين ولا إيمان، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه صفة المنافقين، يتظاهرون بالخير والأعمال الصالحة والتسبيح والتهليل والتكبير، ولكنهم في قلوبهم كفرة لا يؤمنون بالله عز وجل، وإنما تظاهروا بهذه الأشياء لمصالحهم الدنيوية فقط، يريدون المصالح الدنيوية، أن يعيشوا مع المسلمين، أن يحسن الظن بهم، أن يتعامل معهم على أنهم مسلمون. نحن ما لنا إلا الظاهر، نحن ليس لنا إلا الظاهر، من أظهر الخير قبلنا منه، وأما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، أي أن الله جل وعلا يعلم ما في قلبه، وإن تظاهر لكم بالعبادة والطاعة فإن الله يعلم ما في قلبه، يشهد الله على ما في قلبه، أي أن الله يعلم ما في قلبه، فلا ينفعه التظاهر والتزين بما ليس فيه. وقيل معنى يشهد الله على ما في قلبه أنه يقول أنا أشهد الله أني صادق، أنا أشهد الله أني مسلم، وهو كذاب، كما قالوا نشهد إنك لرسول الله وهم كذبة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم قال وهو ألد الخصام، إذا خاصم يعني تخاصم مع أحد إما في قضية أو غير ذلك فإنه ألد الخصام، ألد يعني أنه يفجر في الخصومة، كما قال صلى الله عليه وسلم في المنافق من علاماته أنه إذا خاصم فجر والعياذ بالله، وهو ألد الخصام، فلا يقبل الحق، إذا جادلته ما يقبل الحق، إذا بينت له الدليل ما يقبل الدليل، لدود، منصرف عن الحق، فلا تستطيع أنك ترده إلى الحق، وهو ألد الخصام. هذه صفة الأول، الصفة الأولى أنه يتظاهر بما ليس فيه ويدعي الإيمان وهو كافر، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أنه عند الخصومة لا يتقي الله عز وجل ولا يريد الحق،
وإنما يريد أن ينتصر ويكسب القضية ولو بالباطل، ولو بشهادات الزور، ولو بالكذب، ولو بالأيمان الفاجرة. ما يريد، ما يخاف الله عز وجل ولا يريد الحق، سواء خاصمت عند القاضي أو تجادلت أنت وإياه في مسألة علمية، لا يقبل الحق ولا يريد الحق. أما المؤمن فإنه إذا خاصم يصدق، إذا خاصم يصدق ولا يدعي ما ليس له، ولو طلبت منه اليمين لا يستعجل ويحلف، بل ربما يترك حقه ولا يحلف، ربما إنه يترك حقه ولا يحلف بالله تعظيما لليمين، فيفدي يمينه بدنياه تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذا هو المؤمن، يكون في خصومته صادقا لا يكذب فيها ولا يزور، وإذا تبين له الحق قبله وتنازل عن قوله، تنازل عما يرى، تنازل عن رأيه في المسائل العلمية، إذا تبين له الحق قبله وترك ما هو عليه، هذا هو المؤمن. أما المنافق ما يتزحزح عما هو عليه أبدا، ولو كان باطلا ما يتزحزح عنه، وهو ألد الخصام. خلاف المؤمن فإنه هين لين مع الحق، يقبل الحق ويتنازل للحق، ويعظم اليمين بالله عز وجل، ولا يكذب في خصومته، وهو ألد الخصام. الصفة الثالثة، إذا تولى، يعني إذا ذهب من عند المؤمنين أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا انصرف من المجلس الذي فيه أهل العلم وأهل الإيمان وأهل الدين، وانصرف من عندهم، تغيرت حاله والعياذ بالله، وظهر ما في قلبه من الكفر والنفاق، ظهر. وإذا تولى يعني انصرف من عندكم، سعى في الأرض ليفسد فيها بالمعاصي، يفسد فيها بأي شيء؟ بالمعاصي، لأن المعاصي فساد في الأرض. الله جل وعلا يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوها بالمعاصي بعد إصلاحها بالطاعة والرسالة والدين والعلم. وذكر أن المنافقين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، فيعتبرون الفساد صلاحا ويعتبرون الصلاح فسادا. وهكذا ورثتهم الآن يعتبرون الدين أنه تأخر رجعية، يعتبرون الدين أنه تأخر رجعية وأنه مخلفات وموروثات، يقولون هذا، يصرحون بهذا، ويعتبرون المعاصي والمخالفات تقدما ورقيا، يعتبرون مخالفة الدين تقدما ورقيا وحضارة، يعتبرون الحجاب حجاب النساء يعتبرون رجعية تأخر، ويعتبرون العري تقدما وحضارة ورقيا، يعتبرون أكل الحلال والمعاملات النزيهة في البيع والشراء، يعتبرون هذا تغفيلا، ويعتبرون رجعية، ويعتبرون القمار والربا والرشوة المكاسب الخبيثة، يعتبرون هذا اقتصاد، هذه مقومات الاقتصاد. يقولون الاقتصاد لا يقوم إلا على الربا، ما يمكن اقتصاد إلا بربا كما يقولون، قبحهم الله. فهذا من فسادهم في الأرض، هذا من فسادهم في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، يفسد فيها بالمعاصي والدعوة الباطلة، يدعون إلى الضلال، يدعون إلى الإباحية، يدعون إلى الحرام، يدعون إلى ترك الدين وعدم التمسك بالدين، يدعون إلى هذا ليلا ونهار، هذا الفساد في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث، الزرع والنسل، توالد الإنسان، توالد البهائم الذي فيه مصالح العباد، نفاقهم وكفرهم يسبب هلاك
الحرث والنسل، نفاقهم وشرهم ودعواتهم الباطلة تسبب هلاك الحرث والنسل، بخلاف الطاعات فإنها سبب للخير وسبب لنماء الأرزاق وصلاح الثمار. أما المعاصي والذنوب والسيئات والكفر فإنها سبب لهلاك الحرث والنسل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الله جل وعلا لا يحب الفساد، وإنما يحب الصلاح سبحانه وتعالى، يحب الصالحين، يحب الأعمال الصالحة، يحب المتقين، يحب المحسنين. وأما المنافقون والكفار والزنادقة والعصاة فإن الله لا يحبهم. الله جل وعلا إنما يحب أهل الصلاح ويحب الأعمال الصالحة، والله لا يحب الفساد. فهذا فيه أن الله يبغض المنافقين ويبغض أعمالهم السيئة، وإذا أبغضهم حلت عليهم نقمته وعقوبته. ففيه وصف الله جل وعلا لأنه يحب الخير والأعمال الصالحة والصالحين، ويبغض، فيه أن الله يوصف بأنه يبغض ويغضب ويسخط، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل له اتق الله، هذه صفة أخرى، إذا نصح ووعظ لا يقبل النصيح، إذا وعظته وقلت اتق الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة، يعني الكبر، أخذته العزة بالإثم، تكبر وينتفخ ولا يقبل الموعظة ولا يقبل النصيحة، هذه من صفات المنافقين. أما المؤمن فإنه يقبل النصيحة ويقبل الموعظة ويتأثر ويبكي ويتوب، خلاف المنافق، مهما وعظته مهما نصحته مهما بينت له فإنه لا يقبل، لأن قلبه فاسد. وما دام أن القلب فاسد وليس فيه إيمان فلا ينفع فيه شيء. وإذا قيل له اتق الله، اتق الله، هل أحد يتكبر على الله عز وجل؟ إلا المنافق يتكبر. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، عياذ بالله. أما العزة التي فيها ترفع عن الشر والدناية هي مطلوبة، العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالعزة في الخير والترفع عن الدناية وعن الأعمال السيئة وعن الأمور السافلة هذا شيء مطلوب، عزة بالحق. أما العزة عن الحق والترفع عن الحق هذه صفة المنافقين والكافرين. وإذا قيل له اتق الله هذا فيه أن المؤمن إذا نصح يجب عليه أن يقبل النصيحة ولا يكون مثل المنافقين الذين إذا نصحوا لم يقبلوا وتكبروا على الحق وأخذتهم العزة بالإثم. قال الله جل وعلا مبينا مصيره فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يكفيه أن جهنم هي مصيره والعياذ بالله. فحسبه جهنم أي يكفيه عقوبة ومصيرا مؤلما وخيبة وخسارة أنه سيكون من أهل جهنم، من أهل النار والعياذ بالله. حسبه جهنم، تكفي عقوبة. وبئس المهاد، بئس المنزل، النار بئس المنزل وبئس القرار وبئس المصير. حسبه جهنم وبئس المهاد، يعني الفراش الذي يجلس فيه عليه أو الدار التي يسكنها، حسبه جهنم ولا بئس المهاد. ثم قال جل وعلا مبينا الصنف الثاني وهم أهل الإيمان، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه، ما معنى يشري نفسه؟ قيل معناه أن هذه الآية نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه، في صهيب الرومي رضي الله عنه أراد أن يهاجر
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له مال كثير، فقال له المشركون: لا يمكن أن تذهب بمالك، لا يمكن أن تذهب بمالك، فإن أردت الذهاب فتترك هذا المال. فقال لهم: خذوا المال. فترك ماله لهم وخرج ليس معه شيء، شرى نفسه بهذا المال الذي تركه لهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلما قدم المدينة قبل أن يتكلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ربح البيع. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ فذكر له قصته مع كفار قريش، وقال له: ربح البيع. وقال له الصحابة: ربح البيع، وهنأوه بذلك، لأن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب نزول الآية، والآية عامة في كل من قدم ماله يفدي به دينه ويفدي به نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى. فاشترى الآخرة، اشتراها بالدنيا، هذا رابح، خلاف العكس الذي يشتري الدنيا بالآخرة والعياذ بالله. وقيل الآية عامة في كل المهاجرين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فهي عامة لأنهم باعوا أنفسهم لله أو اشتروا أنفسهم. الله جل وعلا يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. شوف، المشتري هو الله، والبايع هو المؤمن، والمبيع هو النفس والمال، السلعة هي النفس والمال، والساعي هو محمد صلى الله عليه وسلم. الساعي بين البائع والمشتري هو محمد صلى الله عليه وسلم. الوثيقة التي سجل فيها البيع التوراة والإنجيل والقرآن، يا له من بيع ويا له من ربح. أين المنافقون الذين باعوا دنياهم، باعوا آخرتهم بدنياهم والعياذ بالله؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، رؤوف جل وعلا. لما إنهم قدموا طاعة الله وارتكبوا المشاق في طاعة الله، الله جل وعلا يرأف بهم ويرحمهم ولا يضيع أعمالهم ولا يضيع تعبهم، بل يضاعف لهم الأجر والمثوبة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم والمسلمين علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. أسأله سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واكفنا شره، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، آمين، واجعلهم هداة مهتدين، آمين، غير ضالين ولا مضلين، آمين. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، آمين، يا رب العالمين. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل، يقول فضيلة الشيخ، انتشر في هذه الأيام تفسير الأحلام والرؤى، فما هي الضوابط الشرعية لهذا التفسير، وهل هي تستند على علم شرعي؟ نريد تعليقا من جماعة الشيخ جزاكم الله خير. أولا، ما ينبغي للمسلمين أن يندفعوا مع الرؤى والأحلام، لأن الشيطان يتدخل، فربما إنه يأتيهم في النوم ويريهم ما يكرهون، لأنه جاء أن الرؤى على ثلاثة أقسام، منها ما هو حديث نفس، تكون إنك في اليقظة مهتم بشيء وتفكر بشيء، فإذا نمت صار منتقش في ذاكرتك ويأتيك هذا الشيء، هذا حديث نفس ما له قيمة. وأضغاث أحلام، أخلاط. النوع الثاني رؤيا من الشيطان، إذا أنك نمت ولم تذكر الله ولم تقرأ الورد، نمت وأنت لم تذكر الله ولم تقرأ الورد، تسلط عليك الشيطان وجاءك بالأحلام المزعجة وكدر عليك نومك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن من قرأ آية الكرسي عند النوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. وكذلك إذا أضاف إليها قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وأضاف إليها أن قال اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا لجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وجعل هذا آخر كلامه، فإنه لا يقربه شيطان، وإن مات دخل الجنة. إذا مات على ذلك دخل الجنة، إن مات في فراشه ومات في نومه دخل الجنة. أول شيء إن الشيطان يتجنبه، الثاني لو مات في فراشه يدخل الجنة، هذا ثواب عظيم يفرط به كثير من الناس. النوع الثالث الرؤية الصحيحة التي تأتي عن طريق ملك من الملائكة، ملك الرؤية، وهي المبشرات.